كان. كذلك يتواجد معي سباح بن يعقوب مساعد مدرب مولودية وهران. تشكيلة المولودية اليوم تشهد عودة جميع اللاعبين المعاقبين والمصابين، ولكن اليوم في القاطرة الأمامية تشهد دخول اللاعب حدو العيد لأول مرة في التشكيلة الأساسية. لماذا هذا التغيير خاصة في مباراة اليوم؟ نظن ركزنا على اللاعب البسيكولوجي، فريق تاعنا فريق محترم ودار سلسلة نتائج إيجابية، ونظن احنا بعد التعادل في سطيف اللاعبين راهم واعيين بالمسؤولية، وإن شاء الله عودة اللاعب بالعيد عندنا تعداد تاع 25، وكانت فرصة له باش يكون ضمن التشكيلة الأساسية، ونظن هذا أعطينا كاع كما يقول لك كل واحد لاشونس تاعه، وهذا إن شاء الله مقابلة إن شاء الله تكون في المستوى وتزودها روح رياضية عالية إن شاء الله. إن شاء الله، إذا نأمل أن نشاهد مباراة في المستوى حسب تطلعات الأنصار والمشاهدين. إن شاء الله.